ورجعنا لكم تاني في الفقرة الثانية من برنامج ملاعب بلدنا طبعا ينضم الي في الاستوديو الكابتن شعبان عبد الصمد المدير الاداري بنادي الزرع لقطاع النشين اهلا وسهلا كابتن شعبان اهلا بك كابتن الله يخليك منورنا كابتن الله يخليك وطبعا معي الكابتن محمد ريكا إداري نادي المكسيك السكندري أهلا طبعاً. كابتن محمد اه بارك الله في البدايه كابتن شعبان طبعا بنهنئ النادي الاهلي المصري طبعا بفوزه المستحق على نادي الوداد وصعوده للمباراه النهائيه وطبعا غدا ان شاء الله في انتظار الفائز من مباراه الرجاء والزمالك ان شاء الله باذن الله الف الف مبروك للنادي الاهلي طبعا وبنهني جماهيره وجماهير الشعب المصري وان شاء الله برده بكره ان شاء الله بيقول نهني برده جماهير الشعب المصري. بس هو كابتن شعبان. لا هو بصراحه اهلاوي. <حيك> اهلاوي. <applause> <applause> ما ماشي والله بس, بس <applause> ترسانه ليه؟ <applause> لا لا بنهني بنهني برده بكره ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك لانه نادي محترم وجماهيره محترمه واهم حاجه عندنا يكون النهائي ان شاء الله باذن الله يكون نهائي مصري خالص ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله, الله. كابتن شاء الله. محمد تريكه برده طمنا على مباراه الزمالك غدا و <applause> ان شاء الله كلنا في انتظار النهائي الخالص ما بين الاهلي والزمالك والله كنت نتمنى ان شاء الله باذن الله آه الزمالك قادر انه يعملها بكره لانه راجل حاسم المباراه الاولى 1-0 في ملعب ملعب الرجاء فمباراه بكره هي مباراه صعبه وما حدش يفتكر ان هي مباراه سهله ولكن هي مباراه صعبه ولكن الزمالك قادر انه ان شاء الله باذن الله ان هو يصعد يفوز ويصعد تمام وان شاء الله بدنا يبقى نهائي خالص لاول مره في،, في تاريخ افريقيا يكون نهائي خالص بين الاهلي والزمالك باذن الله يكون مباراه كلاسيكيه العالم كله يتفرج عليها والعالم كله يشوفها يبقى نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والمصري والزمالك المصري ان شاء الله بدنا فريقين مصريين من والله من احنا دلوقتي. طبعا نتمنى ان شاء الله نهائي خالص في قمه كرويه بين قطبين كبيرين الناديين العظيمين النادي الاهلي ونادي الزمالك باذن الله نهائي ابطال افريقيا ان شاء الله يكون بين الناديين كابتن شعبان طبعا قطاع الناشئين في نادي الز الرياضي طبعا البداية كان مبشرة في المباراة الودية وفي طبعا المدربين وفي بعض الإدارات عايزين نعرفوا بقى بداية إن شاء الله بزاق القيد إن شاء الله اللي هيبدأ يوم 11 قائمة إضافية يوم 11 11 يوم 11 ان شاء الله باذن الله يعني يوم 11 11 انتهاء القائمه الاولى ونبدا احنا ان شاء الله باذن الله القائمه الاضافيه القائمه الاضافيه اللي هتبدا ان شاء الله من يوم ان شاء الله باذن الله تبداوا تسجلوا بقى اللاعبين على اساس نبدا نسجل بقى ع... ان شاء الله باذن الله آه اللاعبين من بعد 11 11 ان شاء الله, إن شاء الله باذن الله, الله على ابتدائي بالرغم ان اللاعبين جدد دخلوا استعلامات يعني خلاص آه. اه احنا دخلنا طبعا لان آه. آه. الاستعلامات بتاخد وقت فطبعا بنعمل استعلامات آه. على اللعيبه اللي يكونوا في حد مسجل في الانديه الثانيه تمام ونبدا مرحله بقى التسجيل ان شاء الله باذن الله موسم طيب, إن شاء طيب كده باذن الله باذن الله موسم جميل واحنا قايمين باستعداد كبير جدا م. وعندنا لعيبه محترمه وجهاز فني محترم جدا م. يعني وربنا يسهل ان شاء الله باذن الله ان شاء, إن شاء الله, الله. إيه بالضبط بالنسبه لللاعب المميز كابتن شعبان كابتن محمد اللاعب المميز بتاع او القطاع الاداري بتاع نادي المكس لا احنا معانا قطاع السنه دي قطاع كويس جدا ااا آه على مستوى عالي طب قوي. نعرضه الصور كده هات لنا الصور الاول كده اللاعب ادهم صلحي طبعا حارس مرمى نادي غزل بور سعيد من الحراس المرمى المتميزين المشهود لهم بالكفاءة الواعدين في الفترة القادمة إن شاء الله من الحراس المرمى الجيدين كما يعني كما تشاهدون لاعب جيد جدا أو حارس مرمى مميز وممتاز قادم من غزل بور سعيد. طبعا بنهنئ الكابتن صلاح سعد مديرا فنيا لمواليد 99 بنادي حدايق حلوان الرياضي مدرب من المدربين الاكفاء صاحب صولات أولاد في انديه المنداز والقسم القسم الثالث وان شاء الله كل توفيق لفريق ال من بنادي حدائق حلوان الكابتن علاء عبد الظاهر على يمين الشاشه رئيس قطاع الناشئين بنادي حدائق حلوان طبعا من الشخصيات المحترمه الكابتن علاء عبد الظاهر تم اسناد له قطاع الناشئين بنادي حدائق حلوان والذي سوف يلعب سوبر القاهره ان شاء الله دوري سوبر القاهره الكابتن علاء عبد الظاهر رئيسا لقطاع الناشئين بنادي حدائق حلوان وطبعا ما ننساش الكابتن صادق الكابتن صادق صالح مديرا فنيا للفريق الاول بنادي حدايا حلوان وطبعا لعب مباراتين تجريبيتين وتمكن بالفوز بهما بعد الفوز على نادي شرق حلوان برباعيه نظيفه والفوز على نادي عزبه النخل بثلاثيه نظيفه ايضا وطبعا في انتظار المباراه في مباراه وديه بين كذا فريق في الدوري الممتاز به والممتاز الف ان شاء الله وفريق جيد وفريق محترم نادي حدايق حلوان آه الرياضي اللاعب محمد حسن ومحمود علي من اللاعبين المميزين اللاعب محمود اكرم من اللاعبين الجيدين من اللعيبه المميزين في قطاع الناشئين نادي الزرقاء آه الرياضي آه طبعا لو في صور تانية برضو نعرضها للاعبين طبعا قطاع نادي حدائق حلوان قطاع جيد وقطاع مميز بالنسبه ل اللاعبين الجدد تمكن طبعا في لعيب جيد جدا ممتاز الشهير ببليا مواليد 2001 طبعا تم التوقيع فورا لاعب مميز جدا 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 ولفت أه. الانظار لجميع المدربين وان شاء الله باذن الله يكون له مستقبل آه كبير باذن الله. كابتن شعبان بالنسبه ل قطاع آه الناشئين ومرحله التسجيل وتوقيع اللاعبين، في اوراق طبعا بتطلب من الاتحاد المصري لكره القدم للاعبين. طبعا هو بتطلب زي هو المعتاد اللي هو مشاهده الميلاد واربع صور شخصيه وشهاده طب الواد لو مش في المدرسه بيمضي نموذج بيمضي انه مش في المدرسه؟ اه بيمضي طبعا وغير كده كمان قيد دلوقتي اه عائلة وكمان عائلة دلوقتي بنعمل ال الشهادة الصحية تمام الشهادة الطبية مطلوبة اه ده لازم آه مطلوبة لازم مطلوبة اللاعبين المتعاقدين طبعا طبعا, طبعا. آه كابتن محمد تريتا كلمني بقى على القطاع الإداري بنادي المكس الرياضي ونادي مستحدث ونادي يعني مميز بتمرنوا فيه بقى في اسكندرية احنا بنمرن في اسكندرية كابتن في ملعب آه الجيش في كرموز الجيش <applause> في كرموز آه في اسكندرية تمام آه عاملين شغل عبد اللاعب دلوقتي ماتشات ودية عاملين ماتشات ودية كويسة عشان فريق استعد الفريق للدوري تمام وبنعمل اللعيبه المميزه بن يعني من تطور من نفسها اكتر واكتر الفتره اللي جايه دي عشان خاطر ان شاء الله ممكن تصعد فريق اول باذن الله او نحاول ان نسوقهم احنا الفتره اللي جايه لانديه الدوري ممتاز والممتاز به الانديه الكبيره فان شاء الله باذن الله انا حاسس إن دي ان في لعيبه كويسه جدا هتطلع هتسمع حت في السوق وهتبقى لها ارقام جامده في السوق والانديه كتير هتجري وراها باذن الله انا عارف ومتاكد كده ان اللعيبه اللي عندنا السنه دي محترمه جدا 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 إن شاء الله. وتستاهل هي تبقى موجوده في الدوري الممتاز والممتاز بيه السنه ان شاء الله كابتن شعبان حابب في ختام هذه الفقره سريعا تحب تشكر مين؟ والله انا بشكر اولا المنظومه اللي انا موجود فيها <applause> لانها منظومه بصراحه نادي الزرقاء نادي محترم ومنظومه محترمه واشكر زملائي المديرين الفنيين والمدربين على تعاونهم معايا برضو وبشكر برضو ارجع واقول الكابتن عصام تمام آه والكابتن والاستاذ مصطفى برضو ده اللي طبعا احنا بنشكرهم برضو آه على شكرك ومن الله يخليك الناس المميزين الله يخليك آه طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيوفي الكرام هنطلع ان شاء الله ونستقبل في فقرتين متتاليتين آه فقره مواهب على الطريق بعض مواهب نادي الزرقاء أريض هنطلع الفاصل ونستقبل اللاعبون